الله ينور يا اولاد العطار، انا كده اطمنت عليكم. انا بيتهيألي احنا لو رجعنا للتجاره تاني هنقعد الوغش دول في بيوتهم. لا صل على النبي في قلبك، تجاره اللي نرجع لها احنا قفلنا كلام في الموضوع خلاص. يا يحيى انا شايف ان احنا محتاجين عمليه او اتنين نقوم بيهم الدنيا. احنا اتفقنا قبل العمليه ومش هنرجع في كلامنا خلاص. ماشي يا يحيى، بس زي ما تقول كده احنا فرحانين باللي احنا عملناه. يا عز مش فرحان ولا ايه؟ ممكن اعرف يا يحيى انت غيرت اتفقت معايا ليه؟ ايه اللي دخل ماجي الخربوط لي في اللعبه دي؟ في ايه يا ابني مالك؟ ايه اللي حصل؟ مش عارف، اعمل لي كمان متفاجئ لما اقول لك انها اتقبض عليها. ايه يا عز؟ ايه؟ صعبان عليك قوي؟ والله واضح ان انتوا اللي صعبان عليكم تشوفوني فرحان. انتوا ايه، ما خدرش على بالكم ان انا هتجوز بنتها؟ انا بصراحه ما كنتش ناوي اطلع في الموضوع، بس هي اللي تمحت ولعبت لصالح نوح، يبقى تستحمل اللي يجرى لها. طب اخوك ملوش خاطر عندك يا حي؟ الشغل عندي ما فيهوش خواطر. صح. طب بقول لكم ايه بقى، الموضوع ده لما تحلش انتوا ولا اخواتي ولا عاوز اعرفكم. وده هنحلها لك ازاي يعني؟ ايه ما قال لك انها لعبه بدله؟ اهدى بقى. لعبه بدله؟ ها، بقول لك ايه، العقده دي عندكم تحلوها زي ما تحلوها، عاوزين تشيلوها لحد شايلوها له، المهم الست دي تطلع سليمه. يلا عليا وعلى اعدائي. وعامه الموضوع سهل، اخواتك مش بعيد عننا، هعلي صوتي وفتحتنا تبقى بجلاجل. وانا اعتبر ان اللي انت قلته ده مش تهديد، عشان لو اعتبرته تهديد هتزعل. هزعل؟ ما كانش ليها لزوم النمر اللي احنا عملناها دي. بقول لك ايه، كل حاجه وليها حدود، وانا اللي شايل مسؤوليه العيله دي، وانا برضو اقول ايه اللي ينفع وايه اللي ما ينفعش. ومن هنا ورايح الكلام رايح بس، مش رايح جاي. ماشي يا يحيى. حضري حالك يا عيش عشان هننزل على مصر. اتفضل انت يا فارس. اتفضل اقعد ولا اتفضل امشي؟ لساك قلبك محروق على ود الحرام دي؟ ناويه تحبسي نفسك تاني لاخر العمر؟ توكل على الله انت يا فارس، مالكش صالح بيا. لا يا عيش، ما انا مش هسيبك تنهش في روحك لحد ما تموتي. افهم يا بنت الحلال، ده لا من توبنا ولا من اصلنا. بس حبني. ما هي دي الكذبه اللي رابط بيها راسك. لا يا فارس، انا شفتها في عينيه، شفت حنيته، شفت قلبه الغامق اللي بقي ابيض على يدي، بس كل حاجه تهدت. بس ده كان حقن. كل الناس بتاخد حقوقها إلا أنا يا فارس، دايماً بتتاخد مني قصاب عيني على يدكم مش على يد حد غريب. بس أنا مش بلوم عليكم، أنا بلوم على نفسي، على حظي الخايب ونصيبي اللي ما بيفوتش إلا في العتمة. المهم الواحد يلحق اللي فاته، مش مهم نفهم متأخر، المهم لما نفهم نعرف هنعمل ايه. كده يا عز تيجي منك انت وانا اللي مأمنك عليا وعلى بنتي. انا والله ما ليا ذنب في اللي حصل، انا بجد اللي اتخانقت مع يحيى، بس هو عارف ان نوح بيخطط لحاجه وان انت متآمره معاه، عشان كده عمل اللي عمله. يعني انت كنت عارف يا عز ان مامي في خطر وكنت ساكت؟ يا لورا انا مش مضطر ابرر، انا ماليش دعوه بالموضوع خالص، يحيى ما بيأمنش لحد. بس ان شاء الله هنطلع من الموضوع ده، هنلاقي حل. احسن لك يكون كويس ان احنا نخرج من الموضوع، والا والله العظيم انا هحكي كل اللي اعرفه من اول يحيى لحد دلوقتي. وانا ذنبي ايه؟
على فكرة مش غلطتي. لا غلطتك ولا غلطتي. القضية دي براءتها مؤبد. خلاص احنا نقف بقى قدام النيابة وكل واحد يقول اللي عنده. هيا متر. للأسف يا مدام ماجي هتباتي النهاردة في القسم، بكرة الصبح إن شاء الله تتعرض على النيابة. اطمئني أنا مش ساكت. متخافيش. إيه الأكل الحلو ده؟ تسلم إيدك يا ست الحلوين كلهم. أنت لسه دقته؟ كفاية إن أنت اللي عاملاه بإيدك، أكيد هيبقى حلو. على فكرة كريم هيزعل قوي إن إحنا أكلنا من غيره، ده بيحب الخضار السوتية قوي. ولا يزعل ولا حاجة، ده واد ندل. ليه؟ جيت أحضنه وأبوسه، راح سابني وجري. قال لي مراتك عندك، أنا رايح ألعب. لا والله. بس تعرفي الواد ده بيفهم وعنده حق. أصل مامته وحشاني قوي. وقال إيه ما بترضاش تخليني أكلها ببقها. قال بتتكسف يا إله. أنت كمان وحشني قوي يا طارق. وحشني كلامنا وهزارنا وخروجاتنا وكل حاجة بينا. عارفة أنا إحساسي بيكي زي أول مرة شفتك فيها. كان قلبي هيقف من الفرحة. وأنا كمان. إيه كان قلبك هيقف من الفرحة برضو؟ لا أنا كمان فاكراك أول مرة شفتك فيها خالص لما كنت لسه جايلي بالبدلة الميري كده وأنت ظابط صغير. لا 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 أعوذ بالله، ده كان شكلي وحش قوي وداني كانت عاملة كده. أعوذ بالله. ياه ده الحمد لله شكلي اتعدل شوية. لا 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 كنت زي القمر زي دلوقتي بالظبط. كانت أحلى أيام. آه طبعا كانت أيام حلوة، كان وقتك كله ليا، كنت كل يوم بتخرجني وعلى طول قاعد معايا، مش زي دلوقتي على طول سايبني. خلاص خلاص ما تزعليش، أنا مش هسيبك خالص. هفضل جنبك، هفضل حبك لآخر يوم في عمري. مش ناكل بقى الأكل الحلو ده ولا إيه؟ ها؟ عملت ازاي حلو قوي كده؟ ده كتير عليا قوي يا مروان. وبعدين انا مش متعوده منك على كل ده. انا عايزك تتعودي. وربنا يقدرني واقدر اعوضك عن كل اللي انا عملته فيكي قبل كده. عارف يا مروان؟ لحظه صدق واحده معاك بس هتعوضني عن كل اللي فات. طب ممكن تبصي في الدرج اللي ورا كده؟ ايه ده؟ دي التلاجة اللي كان نفسك فيها. افتحي. مبروك عليك عربيتك الجديدة. تتكلم بجد يا مروان؟ بجد؟ لما كنتش انت تركبي احسن حاجه في العالم من اللي يستاهل. بس انا مش بعرف اسوق. هعلمك. ممكن اكسرها عادي. بهزر بهزر هخلي بالي. تصدقني انا هتلاقي بجد ولا ايه؟ خلاص 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 والله. هو بجد محمود ممكن يكون متورط في اللي حصل؟ ده مش ممكن، ده أكيد. وبعدين محمود شغال في تجارة السلاح ويعرف كل تجار السلاح، وكمان كان بيستغل المحل لشغله من ورا عم ذكري. عبد الله على السلامة يا محمود. عرفت كل ده ازاي يوسف؟ انت ناسي ان انا كنت ظابط ولا ايه؟ المشكلة بقى إن محمود مسح تسجيلات آخر 3 أيام من على كاميرات المراقبة بتاعة المحل. معنى كده إن بيأمن نفسه أول بأول. إيه ده؟ إيه اللي أنت عامله في نفسك ده؟ أنا طالع آخد حاجة ونازل على طول يا ماما. نازل فين؟ تعالى هنا فهمني. يا ماما وطي صوتي، أنت ما تعمليش شوشرة. لا مش هوطي صوتي. إيه في إيه؟ أنا عايز أفهم. يبقى كلامهم صح يا محمود؟ غدرت بالراجل، غدرت بالراجل يا محمود. إيه اللي فتح لك بيته؟ الراجل الغلبان. تقريبا كده محمود.
ماشي يلا، ما تجيش هنا تاني انت فاهم؟ حسبي الله ونعم الوكيل فيك، روح منك لله يا شيخ. على فين يا عود؟ منك ايه؟ مستعجل على ايه؟ وبعدين مزعل الحاجة ليه؟ نزل ايدك يا جدع انت بدل ما زعلها. ابويا اتحرز بسببك يا محمود. انا ما اعرفش حاجة عن السلاح يا شمس، ما اعرفش عنه حاجة. وهارون برضه ما تعرفش عنه حاجة؟ بلغي البوليس يا شمس.